يلا شباب شوفوا ظابط 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 الإضاءة ظابط أشوف كم تمام يلا خلاص نبدأ ظابط الإضاءة أيوة كلكم جاهزين 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 يلا 3 2 1 كيو اسمي محمد حسن الطحان عمري 12 سنة بمدرسة إمام عاطف شي شامل المواهب اللي بحبها هي كرة القدم والرسم والنشيد لا تنسوا تعملوا لايك شير والسبسكرايب وانا بحبكم كثير محبين عالم التصوير والمونتاج أكاديمية قلم رح تطلق دورة التصوير والمونتاج للمبتدئين ابتداء من وضع فكرة للفيديو مرورا بكسر حاجز الخوف أمام الكاميرا ورح نستند فيها على عدد من المعلومات وورش العمل لحتى ننتج فيديو خاص بكل مشترك وهذا رح يكون المستوى الأول وفي عنا مستوى ثاني ومستوى ثالث كل مستوى رح يكمل المستوى اللي قبله هدية لكل مشترك رح يحصل فيها على فيديو بفكرة من اختياره رح تنتج له إياها أكاديمية قلم كل ما عليك إلا أنه تجيب اللابتوب الخاص فيك لأنه المقاعد محدودة نحن بانتظاركم